على فبراير يا أحمد، مهرجان كما سوق عقاظ يعني الكل يشارك فيه، وهو فرصة لتحريك السياحة والاقتصاد في البلد، وهو مهرجان يعني اختير وقته في عيد التحرير وجلوس الشيخ عبد الله السالم. أنت تقول هذا المهرجان ما يشرفك. أنا وجهة نظري مهرجانات هلا فبراير اللي قاعد تصير بهلا فبراير، مسرح هلا فبراير، ما تمثل الشعب الكويتي، لأنها حفلات ماجنة. يعني قاعد تجيبون لي فنانات من آخر لا دين ولا عادات ولا تقاليد ولا الأمور هذه. نعم. وقاعدة وحنا عيدنا تحرير، عيدنا وطن، ما في على قولتهم نبي ناس تتكلم وطن، تتكلم عن الأسرة، عن الشهداء. بس أيضا هذا في هلا فبراير الأعياد الوطنية يحرك السياحة بالبلد، ما يحرك. قاعدة تقول لي أغاني ما أدري شنو تشتش وما أدري شنو، وين الشهداء؟ ليش ما يكون النصيب لهم؟ هلا فبراير عيد استقلال، عيد تحرير. في فعاليات أيضا لأكثر من فئة. مو مسلطين الضوء، خلينها آخر شيء، يمكن يحطوا لها إعلان بالصفحة الأخيرة. يعتمد على ما تكون هد بالتلفزيون. يعتمد على اهتمامات الناس أولاً وأخيراً. جاملين واجد. لا ما جاملين واجد. أنا عندي أعياد وطنية. أنت متهم أيضاً، أنت متهم أيضاً أنك تدور النجومية. زين. أنت تدور النجومية. خرد عليك. خرد عليك. بعدد الفولورز. زين. شهداء الكويت، شهداء الكويت والأسرة اللي قدموا للكويت، أجيب لي فنانة ولا فنان جاي من آخر الدنيا مركب له لحن ولا كلمتين يغني على 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 ليلى أو على على فراق حبيبته؟ هذا التناسب معانا. هذا مهرجان، جزء منه مهرجان. احنا ما نبي ندافع عن هلا فبراير، ولكن هذا لان انا عندي مبدا غير، انا الزاويه اللي انظر لها زاويه غير. شنو ردك على اللي يتهمونك؟ وعلى فكره انت تدور النجوميه، ما عندي بدو حضر، الكل عندي بخلاط واحد. احمد عشان وقت البرنامج، عشان وقت البرنامج، شنو ترد على اللي يقولون ان احمد سيار العنزي يدور النجوميه؟ زين، لا هذا على قولتهم انا اللي كتبت التغريده مو هم. أنا قاعد أقول مثل أبو هاشم والإخواني من أبناء الكويت، قاعد أقول لا تعتقد أننا كذي، إحنا قاعدين نقدم. أنا الحين يمكن 12 قضية علي اليوم، أنا مو جايك من النيابة، أنت مو محاتية البرنامج، صرنا على شو على قولتهم خطاك اللاش، صرنا أطلع من الجنائية العرس، أطلع من اليوم من المحكمة من النيابة للقاء، متى؟ ما انتوا قاعد تعاندون القانون، ما قاعد نعاند. والدليل يجيبونه وما يلقون شيء، يقولون لنا توكل على الدكتور محسن الهاشمي.